يبدأ قسم الأشعة بكلية الطب بجامعة المنصورة العمل بنظام الباكس، وهو نظام إلكتروني طبي لأرشفة الصور وفحوصات الأشعة وتقارير المرضى، ويعمل على ربط كافة أقسام الأشعة بالمستشفيات بنظام إلكتروني موحد يتميز بإتاحة كافة المعلومات الطبية عن المريض. منظومة الباكس ده نظام بحيث انه يقدر يحفظ صور الأشعة على مستوى جامعة المنصورة، ويمكن السيستم ده أبلايد ان هو قدرنا نجمع 7 مستشفيات، وده ليه عائد كبير قوي على الناحية الاقتصادية، بحيث ان احنا وفرنا الأفلام، ودي كانت بتاخد مبلغ كبير جدا، فبالتالي العيان بيقدر ياخد الصور على CD ويبقى سهل ان هو يتواصل ويبعتها في اي مكان تاني في العالم. الحاجة التانية بتبقى مرضتها على نواحي البحث العلمي، ان احنا بقى عندنا archiving وحفظ لكل الحالات دي، فبتساعد في موضوع البحث العلمي. الحاجة التالتة بالنسبة على الدكتور، بيبقى سهل يتواصل بينه، وده السيستم اللي هو ماشي موجود في كل العالم. عملنا ده في جامعة المنصورة، ونتمنى في المستقبل ان هذا السيستم يبقى أبلاي في جميع الجامعات ومستشفيات الصحة على مستوى الجمهورية، بحيث يبقى العيان الداتا بتاعته أو المعلومات وصور الأشعة يقدر ياخدها في أي مكان، ودي هتساعد منظومة الصحة في جمهورية مصر العربية. هو كان حلم وبدأنا فيه من 4 سنين، كان محتاج ان احنا نتعامل مع مركز التقنية عشان هم يملكوا الهيس الهوسبيتال انفورميشن سيستم اللي هو ابن سينا، واحنا هنشتغل على منظومة الباكس. منظومة الباكس ديت سهلت علينا حاجات كتير جدا، اهم هذه الفوائد طبعا عدم استخدام الافلام في المستشفيات، ده بيوفر في الميزانية، وفي خطوة أهم إنها مهدت لوجود السب سبيشاليتي في الاسم عندنا، بحيث الوقت من أي مركز إحنا بنشوف على الباكس بنشوف الحالات اللي معمولة في أي مكان آخر، فبالتالي لو واحد باخد سب سبيشاليتي مثلا في العظام ممكن يشخص أي حالة عظام موجودة في أي مكان، وخصوصا إن الحاجات دي عدد كتيرة بتحصل نتيجة العلاج بأجر، فممكن حالة تصور عظام في مركز مثلا الأطفال أو في مستشفى الأورام أو حاجة زي كده، فبالتالي بنشخصها بالراجل المتخصص اللي فيها. قيمة الباكس أكتر من كده إن الأشعة ما عادتش الصورة، لكن عاد فيها البوست بروسيسنج عالي جدا، ما نقدرش نشتغل على الورك ستيشن بتاعة الأجهزة نفسها، الأجهزة CT أو MR، فهي المنظومة ديت تشمل جزء 2D وجزء 3D، بنكون منها الصور السيجيتال والكورونال ونقدر نعمل منها أي حاجة بيعملها الجهاز أصلا نفسه. الوقت على عندنا 25 وحدة خارجية بنشتغل عليهم كل البوست بروسيسنج، وطبعا بالربط بين سينا كل حاجة بتوصل للأقسام فوق. احنا بنبدأ استخدامنا المشروع الباكس ده منظومة أرشفة صور وتقارير المرضى على مستوى مستشفى جامعة المنصورة والمراكز اللي هما 7 مراكز. الحقيقة المشروع من النهاردة هيبتدي بشغل كل أطباء الأشعة وأطباء الأقسام الإكلينيكية، كل واحد هيحط داتا كاملة على المشروع، هيساهم في ثراء المشروع وهيساهم في خدمة المرضى، خدمة التدريس لكل الأطباء، بحث العلمي. دي خطوة أولية لربط المستشفيات داخل جامعة المنصورة مع بعضها، ممكن الموضوع بعد كده يتطور لأن احنا نربط مستشفيات جامعية مع الجامعات الأخرى، أو نربط المستشفيات الجامعية مع وزارة الصحة، وده جزء من التحول الرقمي اللي بتتجه له جامعة المنصورة وتفوقت فيه في الفترة الأخيرة. تطور كبير يشهده القطاع الطبي بجامعة المنصورة في التحول الرقمي للخدمات الطبية.